السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس ومن ساحه التحرير. راح نشوف الناس اللي موجودين، وبالتالي نشوف العراقيين اللي دعمهم ورايهم بموضوع الانتخابات. شلونك حبيب استاذ؟ حبيبي هلا، مرحبا. هلا هلا من الدوب. شلونك؟ والله زين الحمد لله. شلونك؟ بخير بخير الحمد لله. هلا وعيني. شلونك؟ انا طبعا شفتكم تاخذون سيلفي هنا وصور. شلونك استاذ؟ شلونك؟ صحتك احوالك؟ الف شلونك؟ صحتك احوالك؟ شلونك؟ هاي المكان مبارك عندنا، هذه التحرير. اي نعم. ليش يعني ساحه التحرير بالخصوص عند العالم مو فقط بس العراقيين الى رمزيه؟ هاي رمز 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 بغداد، هذه رمز العراق هذا. صحيح. يعني شيء نفتخر به. بس قصدي اقول بعد عندنا نصب، كل العراقيين يفتخر به هذا. عندنا مثلا نصب الشهيد، تمثال الحريه، كل تمثال، كل شغلات الاثار، الشغلات الموجوده بالعراق نتباهى به احنا كعراقيين. شيء يعني ما تنوصف. حلوه بغداد؟ الحمد لله، حيل حلوه. كم حلوه؟ كم حلوه؟ اي نعم. تعالوا لنا هنا، تعالوا لنا هنا. شفتك تصورهم؟ اي والله. حلوه الصوره ولا؟ والله حلوه طالع. اي والله. صور خوش مصور؟ لا لا خوش مصور. صور حلوه ولا؟ لا لا والله اخر شغله. هاي الصور الزينه. اذا واحد جاي بغداد ما يقص الصور هنا معناها ما جاي لبغداد. والله العظيم صحيح. ما تمام؟ شلون اربيل الواحد مني يروح وما ياخذ صوره يم القلعه بحساب مجا؟ نفس زين بتهوك شنو هناك المعلم؟ والله بدو كم اكو هيك مكانات بس ما مثل مكان هيك مثل التحرير. يقول لنا هذا توك سد دهوك، اذا واحد يجي على دهوك ما يروح على سد دهوك معناها ما جاي دهوك. بعد ملعب توك؟ لا هو السد احلى من الملعب، هو كل واحد ما يحب الملعب. مثل هذا جبل حريج يسموه مكان حالي حلو، يعني ناس يروح له مكان السد، بي جبال بي مناطق كلش حلوه دهوك. والمنطقه زين يعني وارد. الحمد لله كلش زينه، الجو كلش زين، الجو حيل طيب هسه. اي والله. لا هي بارده ولا هي حار، يعني جو. صدق والله. اي نعم. لطيفه. الثلج ايش وقت ينزل بتروح؟ تقريبا بالشهر الواحد، بدايه الشهر الواحد ينزل الثلج. زين بالثلج شلون تستعدون لاستقبال هذا الثلوج من تنزل؟ والله طبعا عالم يكيف. شلون يعني؟ يعني المعاناة من تمطر ثلج. اي يعني ما تمشون تقدرون لو ثلج يعني؟ لا اكو مرات ثلج يجي واحد ما يقدر يطلع من البيت، يعني يوم يومين هيك يصير عطله وكل شيء. توصل هيك مرات؟ اي يصير. اي والله. زين. انتم زينين؟ الحمد لله. بدي اسال سؤال، انتم شلونكم بالرياضه؟ والله انا صفر. بالرياضه شلون؟ ما لنا بالرياضه والله يا ابن عم. بالرياضه شلون؟ والله زينه. زينه. اي والله. من العراقي اللي ما سجل هدف بكاس اسيا؟ والله ما اعرف. تعرف؟ لا والله ما اعرف هاي، بس احبه اشوفه مرات اشوفه بس ما اعرف منو. انطيك خيارات؟ هم اثنين ما سجلوا بكاس اسيا. ايه. علي خالد وعلاوي احمد. علاوي احمد. علاوي احمد. ايه. صحيح والله العظيم اعتادك صحيح، علاوي احمد ما سجل هدف بكاس اسيا. لاعوب بس ما صارت. شلون؟ خلص يا هذا هو. يلا نشوفكم بخير. يلا موفقين ان شاء الله وربي يوفقكم. يلا نشوفكم بخير ان شاء الله. يلا ان شاء الله نشوفكم ببغداد وبغير محافظات. نعم مشاهدي الكرام، يعني حلوه الاجواء هنا، بنشوف ناس جايين من باقي المحافظات. تعال كابتن. اه سريع الولد مستعجل يريد يروح. تنتخب لو ما تنتخب؟ الله حلوه الاشياء. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي انه بنشوف هنا العراقيين اللي جاي يجون من كل محافظات. ساحه التحرير لها خصوصيه عند العراقيين بشكل عام والبغداديين بشكل خاص، باعتبار انه هذا التمثال هو احد معالم بغداد اللي يرمز لبغداد، ومثل ما جاي اقول هسه الاخ جاي ياخذ صوره يم التمثال باعتباره رمز. شلونك حبيبي؟ شلون اخبارك؟ هذه الصوره لو بعدها؟ والله بعد. ليش؟ بعد ما جات تجعدلي. جات تجعدلي. زين عندي السؤال وياك. اي كبير. منو اللاعب اللي ما سجل؟ منو اللاعب العراقي او مو اللاعب؟ منو العراقي اللي ما سجل بكاس اسيا؟ العراقي اللي ما سجل بكاس اسيا؟ من هو العراقي اللي ما سجل هدف بكاس اسيا؟ يعني قصدك اللاعب المنتخب مثلا العراقي؟ يعني العراقي اللي ما سجل لاعب منتخب لو المهم عراقي هو بتجيل هسه خلينا نقول يعني هي على مدى العصور. ايمن حسين ما يسجل. بس ايمن حسين هي يعني ما اعرف انا ماكو اثنين ما سجلوا هذا لاعبين قديمين. يعني جيل التسعينات
ما سجل هدف. بتجي التسعينات ما اعرف بس قول لي بال 2007 يلا نقول بال 2007 ما بعد 2007 اثنين لاعبين ما سجلوا قصي منير ما سجل بال 2007 كاساسي علاوي احمد سجل او ما سجل؟ علاوي احمد ما اعرفه علي خالد ما اعرفه صدق والله؟ بين الرياض لا لاعب لاعب فنون قتاليه يعني مو طوبه كوكشن جاي حلو ليش مظلومين انتم؟ احنا لان الالعاب فرديه مو العاب جماعيه بالعراق بس يعني كرة قدم بس كرة قدم بس كرة قدم الالعاب الفردية ما مدعومة لعبت منتخب؟ لا لا ما لعبت منتخب هي الثانية العب نادي يعني مال عسكري يعني مال الفرقة اي مال الفرقة العسكرية مالتي بطولات عندكم مال كأس الوزير؟ لا هسه ان شاء الله بالجديد راح تصير بطولات لان هسه نشكل فريق جديد ان شاء الله شنو البطولات اللي شاركت فيها؟ يعني بطولات مركزية يعني مثل مثلا بطولة الأندية مثلا عندنا بطولة الفرقة القوات الخاصة يعني حاليا هسه ترتب على بطولات جديدة مستعدين لها بالضبط بس يعني بطولات سابقة ما شاركت يوم مواليد 95 يعني هسه المفروض لاعب لو مدرب لا أنا ما أصير مدرب ليش؟ يعني بعد المدرب مو سهل شنو يحتاج أنه حتى يكون مدرب يحتاج الاستمرارية والخبرة والالتزام شرط ولازم المدرب يكون كبير تقدم ايه تقدم بالعمر وتقدم باللعبه صغير صغير اكيد اكيد احنا بعدنا صغار يعني ورا ما تعبوا الثلاثينات ممكن تفكر لا افكر قصدك اصير مدرب لا هو مو قصه يعني على العمر فقط والله لان هي خبره وتجي دراسه وتجي يعني بتعب وبجهود زين اسالت سؤال اي نوع الانتخابات على ابواب بدايتها يعني شهر 12 اي نعم تنتخب ولا؟ لا ما انتخب ليش؟ ليش؟ لان ماكو شيء احد يقدم للبلد كل من على قد مصلحته يشتغل زين هاي هذا الانطباع او هذا القرار شو وقت اتخذته يعني انه ما حد يقدم باعتبار انه الدورات السابقه شاركت؟ لا لا ما شارك كان بعيد ابد ما انتخبت؟ لا ما انتخبت ابد؟ يعني انتخبت هاي يعني انتخاباتي الأخيرة انتخبت بيها اي نعم صحيح انتخبت بيها لأن كنت بالدوام وانتخبت بيها زين لقيت شخص انه ممكن يستحق صوتك بذيك الانتخابات الشاركة اي نعم هسه لقيت لو ما لقيت هسه حاليا بس حاليا مال مجلس محافظة اي مجلس محافظة اي حاليا يعني اكو من الطاقات الجديدة الشباب الجديدة يستحقون لقيت اي نعم موجود زين ليش ما تشارك؟ ان شاء الله بهاي الدوره نشارك مو المفروض تشارك انه ناس المفروض نشارك بس حتى لو عرف ما يخالف بس المهم كفو هو اكيد ندور احنا على الكفو اي نعم المهم كفو وتختاروا بالضبط ان شاء الله ان شاء الله هسه انا الصوره خربتها عليكم خلنا ناخذ سيرفون وياك هو طبعا الولد رادوا ياخذون الصوره بس خربت الصوره انا مو سناب شات لا احنا ما ندور سناب فلاتر انا بالفلتر مو حلو بعد الله هاي الاضاءه تخبل راح اروح يعني وين الصوره وين صارت بين ما استخدم سناب الله شوف وجهي يخبل يلا نشوفك بخير ان شاء الله حبيبي شكرا جزيلا حبيبي عم مشاهدينا الكرام ها هذا ولد من الساعه شلون ما اقدر ارفضك لان انا مثلك اعاني باللقاءات هم ما تدور على مواطنين من عندي عمل صحفي انا مصور قناه الربع مكتب كربلاء تشرف لك شنو معاناتك؟ معاناتي؟ من أي ناحية مثلا؟ يعني معاناتك من تريد تلقى متحدثين ليش؟ صعب مثل ليش؟ صعب أن تحصل مواطن على حسب اللي الموضوع اللي أنت تريده بالضبط يعني هذا يعني نعول عليه أنه ثقافة المواطن العراقي لو نوعية المواطن العراقي لا هي مو ثقافة بس أنه أكو عالم تخاف من الكاميرا لذلك ترتبك وتخاف حصلها مشاكل بالعاده المصور دائما ورا الكاميرا انت اليوم ارتئيت تكون امام الكاميرا وانا مصور مراسل نفس الوقت شلون الوضع الاعلامي جيد زين بشكل عام بالعراق شلون تقيم الوضع الاعلامي يعني اكو حريه اكو مثلا لو اكو معوقات تحديات الاعلام طبعا اكو معوقات له هواي يعني اكو من نواحي هوايه يعني من تطلع تتصور لازم يعني الا تجيب نداء ولا تجيب هاي ما يعلم انه انت عندك هويه تثبت باسمك باسم قناتك وهويه باسم المحافظه كذلك بس اكو يعني مرات صادفك اشياء انه مثلا قوات الامنيه تمنعك الا تصريح ولا نداء من قياده الشرطه او اعلام قياده الشرطه او قياده امن شنو الفرق انه اليوم اذا صورت بتليفونك ماكو فرق ماكو يعني ما يمنعوك بس اذا الكاميرا لا أوقف. حاليا احنا قاعد نستخدم الايفون للتصوير بعض المصورين كربلاء صراحه
رياضي؟ انا رياضي تقريبا. منو العراقي اللي ما سجل بكاي اساس؟ خلينا نسهل عليك. نور صبري اكيد ما سجل. بعد غير نور صبري؟ جاسم غلام، باسم عباس. زين، اكو اثنين انظلموا بجيلهم، على احمد وعلى خالد ما سجلوا. صراحه ما اعرفهم. شكرا حبيبي. اهلا وسهلا. حياك. شوفك حبيبي. حبيب الروح تعال ابو القهوه العب، تعال خلينا نشوف ابو القهوه. احنا طبعا من نقول انه العراق اللي ما سجل بكاس اسيا ما واي ما سجله، ولا عراق مسجل يعني فقط لاعبين المنتخب، فبنقول علا واحمد او غير علا واحمد. الجواب صح. اهلا، شلونك؟ الله يخليك. شو اخبارك؟ الله يعزك. شلون اخبارك؟ الله زين. شنو شغلك؟ احنا من شوكيز من عصر الليل. هي. وين تفورها؟ هي مفوره ما شاء الله. وين تفورها؟ بالبيت؟ لا لا افورها هنا بالشغل. حمين. معدل. شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله ايش قصالك؟ مسوي تقريبا بال 4 سنوات. صنع من اجدادي وولي اجدادي. يعني انت مبين بالمضايف؟ طبعا بالمضايف تعلمت هاي الاشياء؟ طبعا. القهوه ماكو عربي ما يعرف القهوه. انا ادري. طيبه الف عافيه. وين بيتك؟ زعفرانيه. تجي هنا؟ اي. من الاربع العصر ل 12 للوحده بالليل. بس بالتحرير؟ ما حد يقتل امي. بس هنا؟ اي. غير مكان ما؟ لا لا ما اروح. ولا تروح؟ لا لا بس هنا. وشلون؟ عندي معاميل هنا. شغلك شلون؟ الحمد لله. زين شنو سر المهنة هساي؟ ليش طيبة؟ بعضها مو طيبات. بعد كل واحد وشغلته و اي خالي الهيل. مو هي القهوة المرة هيل. انت متزوج؟ لا لا. ليش؟ ما بعد وقت. يوم وين؟ 2005. 2005 يعني 18 راح اطب 19. بعد وقت. ليش ما كملت الدراسة؟ بطل حاكمت علينا الظروف. من يا ناحية؟ توفى وبعد انا عند انا شلت عند البيت. انت سبع. الله يسلمك. اي. والكبير دائما براسه هذا. شو تسوي؟ عندك اخوان الله يحفظهم. واحد اصغر مني. جاي تتعب عليه؟ اي طبعا. هو بالمدرسه. اي. يعني هذا راح تحقق يعني تحقق اهدافك طبعا. اهدافك طموحاتك تحققها من خلاله؟ راح تدعمه؟ طبعا. ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. سؤال اخير. اي. انتخابات تنتخب ولا ما انتخب؟ ما يصير. ليش؟ ما يصير بعد ما مطلع لي بطاقه. لو مطلع لي اي. ليش ما طلعت؟ ما مطلع بعد. مو مهم عندك. لا. ما ترهم. مهمة لو مو مهمة؟ لا والله مهمة طبعا. أي؟ شون؟ زين ليش ما تطلع؟ هو جاي امشي بيها ان شاء الله. اي. هو. يلا اتمنى لك التوفيق. الله يسلمك يا قلبي. الف عافية عمرك. هذا الولد طبعا واي باو علينا. تريد شاي؟ شلونك؟ يلا نشوفك بخير. شلونك حبيبي؟ اسلمك. شلون؟ شو بردان محتار؟ لابس نصرد. نصرد اللابس. ليش نصرد؟ احسن. والله بعد. والله الحمد لله. من يوم محافظة. من الموصل. اهلا وسهلا. اليوم اول يوم لك؟ وين؟ بغداد؟ ايه؟ لا صار لي فترة. شو صار لك؟ تقريبا 20 يوم هيك. ايه؟ 20 يوم هنا؟ ايه. زين شو تشتغل؟ اشتغل محطة مال سيارات. مال بنزين؟ لا غسل وهيك دهون هيك. بغداد؟ اي بغداد. شو صار لك؟ صار لي من اشتغل بالغسل تقريبا شهرين هيك. شهرين؟ ايه. زين عرفت الموصل وجيت ببغداد، ماكو فرص عمل هنا؟ اكو فرص عمل بس اجور قليل. شلون وضع الموصل هسه بالجديد؟ لا الحمد لله فول. تمام؟ تمام والله. بس هنا شغلك مستقر؟ اي مستقر. متزوج لو لا؟ لا اعزب. اعزب. احنا خلينا نتمشى ونسولف. قهوه طيبه همين. علي على خالد اللي ما سجل بكاس اسيا. على خالد تعرفه اللي ما سجل هدف كاس اسيا؟ ايه. تعرفه مو؟ اي عارف. لاعب حرامات انظلم. مع الاسف. الضياو كان امنيته يسجل هدف كاس اسيا بس الظروف ما حالفته تتذكر مو؟ صحيح 2009 تقريبا 2010 ما اعتقد ما اتذكرها. اي هو خطيه راد يلعب بس الاصابه حرمته واضطر انه ابو مياده يقعد احتياط. اه بالضبط. زين ليش بالوقت الحالي الشباب يعني خصوصا دائما المحافظات خلينا نقول بغداد دائما يشتغلون هنا ماكو شغل بالمحافظات؟ اكو شغل بس اكو منه ماكو شغل يجي ببغداد، اكو من اكو شغل بس اجور قليل. اجور قليل، يعني ايش قد هناك يومية العامل؟ اكو من ال 15 20 اقل ما تتجاوز ال 20. 20000؟ ايه. 20000؟ مو قليلة؟ قليلة، يشتغل 12 ساعة ب 15000. وهذا الشيء مو يعني ما يلبي طموحاتك كشباب. اي ما تسوي به شيء. ولا يسد العيش. ما تسوي لك شيء. ولا يسد احتياجاتك. صحيح. زين دراسة ايش ما كملت؟ ما كملت، تركت. ليش؟ والله تركت قبل السادس تركت. انتهيت؟ ايه. مو؟ اي والله. ظروف؟ ظروف واشغال بالبيت ايه فما قدرت. اتمنى لك التوفيق. على راسي. بس راح اعطيك لاعب واحد بعد خاف ناسي. كيس اسي.
2007 على لو احمد تذكر هدف ماله ولا لا؟ والله ما اتذكر. ما تذكر؟ ما اتذكر. تتذكر من راوغ اليابان وطب عليهم بالعارضة؟ 2007 قديم انا ما اتذكر اي شيء. ما اتذكر؟ لا. تعرف على لو احمد ولا لا؟ لا. علاو لاعب سجل المحترف. ما هذا علاو احمد قدامك. يلا اتمنى لك التوفيق. نعم مشاهدي الكرام تواصلنا معكم بساحه التحرير خليكم. طبعا اللبلبي من الاكلات المفضله بالشتاء هو والباقله اكيد بس اكو نقص بعد بالتشكيله لبلبي وباقله بعد ايش عندك شو انذر شلغم شلغم اي طيب لبلبي ما تصير لا علاو قوي والله بس هو قديم هنا مو علاو انا صار 3 سنين باب الشرجي يوميا اكل من عنده يوميا شوف طلعت يوميا قصه لك هنا هواي بالعشر سنوات والله عشر سنوات؟ اي زين ليش يا معلم وين غيره؟ الله وعده خلطه دائما يسويها بالشتاء شنو الخلطه؟ هاي جاي اشوف هواي توابل هنا لا ناقصه الخلطه مالته هاي دائما يسوي فلفل اخضر زيتون اي زيتون وشنو؟ وطرشي وهاي ايه اي بس اليوم ما مسوينها لان شنو دنا هسه من التشكيلات القديمه؟ سماق سماق بهارات كمون يعني شنو على اللبلبي تاكل؟ حامض اكيد هاي الاساسيات دنا ثمانيه لا رن لا غيره شنو ديش البيضة؟ هذا ماجي دجاج ماجي دجاج اي هذا طيب اي خبر على اللبلبي طيب؟ اي والله يعني ما شاء الله وين نوعيات هنا عندك؟ باقله طيبه باقله كلش قويه على اللغه باقله ايش غلي عليه انت؟ باقله هم حامض بس مو هذا الليمون اي حامض هذاك شو اسمك؟ انا عبد الله عبد الله عبد الله على طول تجي هنا يعني انت؟ انا محلي هنا مالي ما التصوير؟ ما التصوير. قبل ايه. سؤال. جواب. من العراق اللي ما سجل بكأس آسيا هدف؟ العراق اللي ما سجل بكأس آسيا هدف؟ زين سهلها عليك؟ سهلة. ها؟ سهلة. زين. علاو أحمد، علي خالد، لو عبد الله بالخور. عبد الله بالخور يمكن. عبد الله بالخور. هو عبد الله بالخور أنت. أنت عبد الله اللي ما سجل هدف. زين. علاو. حبيبي. شو بيسعة تعزي؟ انا عزل ب 12 مرات في الدعاء مرات 5 ونص 5 فته اي زين بالصيف ايش يصير؟ بالصيف هو ام لبلبه باقي له عندي معامل تمشي والله اي عندي معامل والله على طول اي شو بدي اصير؟ زين قبل باب الشرج وين كنت؟ كنا بالكراده بالعلويه زين اي بعدين يعني خذ شغل ناخذ امان ناس تقريت اخر شيء اي معامل المحلات هنا شلون يعني عادي؟ معامل عرف محلات عرف يعني من يعزلون تجي تفتح؟ اي الظهر ما تقدر لا لا ما افتح لا انا ما افتح والله زين يلا اتمنى لك التوفيق حبيبي حبيبي والله نشوف البقيه الموجودين شلون اللبلبي؟ تعال والله عاش جديد تعال تعال خذ روحنا من هنا انا من الموصل هذا اهلا وسهلا من الموصل حبيبي تحب اللبلبي؟ والله يعني بس هو الوحيد زين زين اللي هو يسوي طيب بس هو الوحيد يسوي طيب الله شاهد زين ليش احنا بالموصل نسويه على كراعين على لحام ابو العظم ابو العظم ابو العظم الله شاهد ما مثله الله شاهد يا صار لك مع مين انا تقريبا اشتغل عماله يعني صار لي 3 اشهر هيك فما اكل عنده يعني يوميا يوميا ما تفوت لا 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 زين هو اللبلبي بالشتاء مفضل ايش اكيد اي طبعا لا صدق والله بالصيف ما له صيد صيد رايح اها بس عاديا كل منه رغبته الولد يضحك مو صحيح ولا لبلبي بالصيف صيد رايح طبعا زين بتعودكم القليه هناك طيب الموصل جميع كل شيء بيها طيب بس القليه مشهوره شيء اكيد اي نعم شنو والله القليه هناك ما لقيتها ببغداد والله مو ما لقيناها بس ما طيبه ما تلقي يعني هسه سعدنا واحد موصل هنا يسويها ما عنده الا العدل ايه فقلت لك انا اجي هنا صار لي 3 اشهر اشتغل ايه ومستمر هنا ايه والله الحمد لله يلا اتمنى لك على راسي على راسي نعم احنا بالتالي هي اكله اللبلبه بالشتاء لها طعم خاص
صح لو مو صح؟ صحيح. يعني اليوم الباقي اللي بالصيف صيته رايح. صحيح. بس تعال هنا. بالشتاء وضعيتهم طيبة. صحيح. مو صحيح؟ صحيح، هنا مليودات بالشتاء. يلا. صحة وعافية. شلونك الحلو؟ شو أخبارك؟ تعال. ليش ضحكت من قلنا الصيف رايح صيت اللبلبي؟ اللبلبي يسوي انتعاش بالليل. زين. اللبلبي يسوي انتعاش بالليل. زين. يعني جو بارد والناس تحب الاكلات الدافيه. دافيه دافي. صحيح. هو يدفي. صحيح. اي صحيح. والباقي اللي؟ الباقي اللي يعني له نكهه خاصه. شنو نكهته الخاصه؟ يعني اكو ناس اكو ناس يعني تحبه اكله خاصه مفضله. زين. وكل من طبيعه اليوم. اي اكو اكلات يعني طبيعيه يعني الناس اكو ناس تحب يعني لبلبي اكو ناس باقي اللي وكل من وطبيعته بعد. شو تحب؟ والله انا اثنين. اثنينات. والشلغم شو ماله صيد؟ الشلغم هذا شلغم مايع. يقولون علاج بعد ما اعرف. هو علاج؟ صحيح. كله علاج. ما في مو علاج. صحيح صحيح. يلا ان شاء الله صحة وعافية. طيب حبيبي الورد الله يوفقك. كرام متواصلين وياكم. واللبلبي والباقي اللي لها نكهة تختلف، يعني احنا من نقول هالكلام الولد الشاهدين عليه الموجودين هنا. متواصلين وياكم خليكم هنا. شلونك حبيبي؟ شلون صحة؟ حياك الله. زين. ربي يحفظك. حلوة الأجواء؟ والله حلوة كلش حلوة، بغداد الحبيبة حلوة. من أي محافظة؟ من محافظة ديالة. أهلاً وسهلاً. قد صار لك ما جاي بغداد؟ والله كل شهرين يعني نجي مرة شوية نفتحر. حد يقتلهم أول مرة توصل؟ إي أول مرة تجي؟ ما جاي يعني بعد هاي الحداثة؟ لا ما جاي، صار فترة ما جاي، بس كلش حلوة على المنظر هذا. إي الإضاءة حلوة. هاي عندك النافورة. النافورة. شلون وضع ديالة؟ والله ديالة بنص الخير. عساها ان شاء الله. والله وان شاء الله جميع المحافظات كل العراق ان شاء الله صحة والعافية عليها وعلى أمة محمد بحق محمد وآل محمد. اليوم جاي سياحة لو عندك عمل؟ والله اليوم جاي شوية، لا سياحة جاي شوية نتونسون. شوف جيت؟ والله قبل ساعة. تبات لو ترجع؟ لا ان شاء الله نرجع. والله ليش ما تبغى؟ والله هي التبيات هم حلوه، بس احنا ما شويه نتونس ننفه ونرجع لهن. والامان كلش خير من الله الامان. طريقك ايش قد من الدياله؟ تقريبا ساعه زمان. ساعه اي عن الدياله. يعني اذا تغيرون جو تجون هنا ببغداد؟ اي نجي هنا نغير جو ببغداد، وحلوه كلش حلوه بنت، يعني مو مثل قبل. كلش حلوه. شنو بالله لقيته مختلف اليوم ببغداد عن السابق؟ يعني تم تقول كلش حلوان، ما احكي عن حديقه الماء بقدر ما اتحدث عن بغداد. لا لا، على امان، على التغييرات اللي تصير دا اشوفها كلش حلوه. يعني منتجات يعني كل فتره دا اجي اشوفها احلى بعد احسن. والله زين. وين كنت تجي بالتحديد قبل؟ انت هسه مثلا عندنا المتنبي حلو هيك وقت. كنا نروح للمتنبي، واصلينه رحنا نزور المتنبي، وهم نبي المتنبي تغييرات هسه حلوه. حلوه عجبتك؟ اي يعني كل فتره دا نشوفها من نجي نشوفها بعد احلى. والله المتنبي والله وحديقة الأمة بعد أحلى. أي حلو بعد أحسن والله. زين. شنو شغلك؟ رجال عسكري. ها. نعم. زين. رادود سمعت؟ أي رادود. سمعت سمعنا الشيء ده. والله أسمعك للزهرة. يلا سلام الله على الزهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول خيالها يا خيالها يا زينب المحد شافه. خيالها يا غيور وكان يحميها، والله خيالها تدرب ساعة الهجمات. خيالها يا خذوا زينب يا ابو الحامس بيه، يا خذوا زينب يا ابو الحامي يا القصية. اللهم صل على محمد. من زمان الحمد لله. صار لك تقرا؟ والله صار لي تقريبا 5 6 انا اقرا بالمجالس. اي قبلها وين؟ ليش 5 سنوات؟ قبلها كنا نحضر بالمجالس، بس كنا زيارات وعنده موكب. صاحب موكب. اي موكب. والله زين.
بهاي الخمس سنوات الاخيره بديت تقرا؟ اي بدينا نقرا بالمجالس وقمنا عاد نقرا ودعاء يعني ما تطلع مثلا الحسينيات؟ لا نطلع حسين... بس بموكبكم. لا نطلع حسينيات ومجالس نشارك بيها الحمد لله والشكر، هاي خدمه اهل البيت ما تنسي ان شاء الله ما تنسي. اي وربي يستر يستر عليكم ان شاء الله بحق الامام الحسين عليه السلام. تحياتي لك، حياك الله. كلام تواصلنا معكم خليكم. طبعا ما شاء الله اهل توك منورين بغداد اليوم. ممنون منك. بدايه الحلقه التقيت بشباب حلوين، ما اقول شياب يعني متوسطي العمر، واليوم هسه انتهم ويانا بنفس الوقت. شلون انت؟ هلا ومرحبا ولا سهلا. شنو هاي صدفه لو؟ اي والله عندكم رحله عندكم؟ والله هي صدفه جايين على بغداد. اي والله. صار لي 23 سنه. اي 23 سنه مزار بغداد؟ اي. ليش؟ والله ظروف. هاي الزيارة الأولى لك؟ إيه. يعني قبل 23 سنة زائر كنت لو لا؟ لا كنت جاي هنا زائر. بس تتغير؟ إيه. هسه شلون شفت؟ والله شوي كنا نتغير بس إن شاء الله يصير أحلى. وين افتريت ببغداد؟ والله هسه حاليا احنا حديقة الأمهات. إيه. إيه. لا بس قصدي وين رحت بعد غير هذا المكان؟ بعد ما رايحين يعني توتنا مثل ما يقولون نفطر ونشوف بغداد. شو وقت جيتوا بغداد؟ باحة بالليل. باحة. قد ناويين تبقون؟ ان شاء الله يومين ثلاثه. يومين سياحه جايين او شو؟ ان شاء الله. وين ببالكم جدولكم وين راح تروحون مثلا لو اقترح لك؟ والله احنا جايين دا نشوف الوضع نشوف ايش صاير. تروح الا بالليل؟ لا والله بعد ما رايحين. يجي لبغداد ايه. لازم يروح الكاظميه. يروح الباب الشرج الصبح، يجي هنا الصبح، يجي هنا ايه. تروح الباب المعظم بالليل، لو تجي بالتحرير، لو تروح للمتنبي، هاي الاماكن السياحيه. ايه. تمام. زين؟ ان شاء الله نروح لها. شنو ببالك بعد وين؟ والله دا نشوف دا نفطر على مثل ما يقولون معالم بغداد القديمة، نفطر له نشوفه. نصب الشهيد رحتوا له؟ لا هو بالنا نروح له، هو نصب جندي المجهول. جندي المجهول ان شاء الله. تم قاب الحرية ان شاء الله. احنا ما نعرف مثل ما يقولون مناطق كثيرة ببغداد. ولو وياك يندل لو ما يندل؟ لا هو ما يندل. ما يندل يعني. تعال والله يانا، تعال تعال يانا. لا والله هو ما عنده. خلصت ان شاء الله نساله ما انتهى. زين التاكسيات غاليه ولا رخيصه؟ والله التاكسيات غاليه. يعني منين جيت اليوم لهنا بالبيت؟ يعني بدو قاعني ساكن. قصدي هسه بفندق؟ ايه نزلنا بالسعدون. نزلتوا بالسعدون؟ جيتوا مشي؟ ايه قريب مثلا. خلينا نشوف التاكسيات. والله من هنا شو اسمه طلعنا من يم ال لا شو اسمه خارجي من اليم العلاوي وصلنا يم وزارة الداخلية ب 8000 دينار. هواي. اي والله. ممكن 5000. تمام. او بالزايد 6. اي. اي. يمنا تاكسيات ارخص والله بالداخل يعني اي مكان نروح له ب 3000 دينار. ازدحام بغداد. هي حلوة بس عيبها شوي ازدحامات سيارة. اعمار. قالوا اعمار وازدحام. تمام. شوي ازدحام ممكن انتم بوتوك ما متعودين على هذا الوضع. لا والله عندنا ازدحام بس تنفض ما هيجي. تمام. اي زين الانتخابات شلونها وضعها هناك؟ انتخابات مجالس محافظات بتوك. والله يمنا موكو. اي اي بس يمنا من شو اسمه الاقليم موكو بس موكو. بالموصل وجاي. شنو شغلك؟ اني منتسب. منتسب. انا اتمنى لك الصحه والعافيه. الله يعافيك. كل التوفيق. ممنون. ان شاء الله نشوفك ببغداد على طول يعني هاي 23 سنه ان شاء الله كل 23 يوم تجي لبغداد ان شاء الله على راسي. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام بالتالي انه حلو نشوف بغداد بالوقت الحالي اصبحت قبله سياحيه لجميع مواطني العراق سواء محافظاتنا الجنوبيه والشماليه. بدات الناس انه تجي لبغداد تغير جو
تاخذ لها بعض الايام انها تخلصها هنا، تتجول ببغداد، تشوف التطور الحاصل ببغداد خصوصا بعد بعض الاماكن اللي موجوده بعد التعديلات اللي صارت عليها. نقلت صوره بغداد بشكل اجمل وبشكل اروع، مثل حديقه الامه، مثل شارع المتنبي، بعض الاماكن اللي موجوده، وان شاء الله يا ربي بتطور وازدهار وألق دائم بغداد، لان بغداد تستحق. تماما تقبل، وتحياتي لتحيات كادر العمل، الى اللقاء.